للباحثين عن الملذة هذه ليلة الملذات، للحاصلين على المتعة هذه ليلة الإبداع، للساعين للرغبة الليلة تلبي الرغبات، للباحثين عن المتعة الليلة متعة كرة القدم. من هنا من الملعب الأولمبي من برلين ومن ملايين مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي راديو وتلفزيون العربية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشهد الأخير، المشهد الأخير، مشهد الختام، لحظة الاختتام. كيف ستكون أحلى عنوان من 20 فرنسا وأحلى عنوان من 20 سنة؟ فرنسا وإيطاليا، مباراة لا تقبل القسم على اثنان، مباراة الذهب، مباراة الأغلى والأجمل في العالم، مباراة أسود القارة وأسود العالم، مباراة البطولة والأبطال، النهائي المونديالي، والأجمل أنه في ألمانيا في برلين، أم كرة القدم. ومن أهم اللاعبين الفرنسيين كما تعرفون اللاعب الأسطورة زين الدين زيدان، هذا اللاعب الذي يعود من الأصول الجزائرية ومن أفضل اللاعبين، وفرانك ريبيري، وأيضا المدمر تيري أوري، هذا اللاعب المكار الخطير. وأما الطليان فالطليان هم غنيون عن التعريف، الطليان هم الأبطال، أبطال النهائي المونديالي. يبدأ الآن من برلين، من سيكون؟ الأبيض الفرنسي أو الأزرق الإيطالي؟ خطيرة يا فرنسا، خطيرة يا فرنسا، وفرنسا تبدأ المباراة، فرنسا تبدأ المباراة، وركلة جزاء للمنتخب الفرنسي. أول 6 دقائق والمنتخب الفرنسي يحصل على أول ركلة جزاء. الله 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 على الاندفاع الفرنسي، إنها مباراة ولا أجمل. المباراة اليوم سوف تكون مباراة نارية من البداية، لكن اليوم كل يغني على ليلى زين الدين زيدان الامبراطور العنكبوت. زيدان جالويجي بيفون او زيدان، والهدف الاول للمنتخب الفرنسي. زيدان يحقق الهدف الاول للمنتخب الفرنسي. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. خلينا نحكي، خلينا نعبر، خلينا نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان، نهائي كأس العالم والدقائق الأولى وصفر صفر، وتضرب الكرة بهذه الطريقة، ومع من؟ مع جالويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيدان، يا زيدان، زيزو، زيد الدين زيدان. لكن الفرق لا ليس كبير على أن زيدان يصنف مع مارادونا وبيليه. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. خلينا نحكي، خلينا نعبر، خلينا نريح ونرتاح. نهائي كأس العالم وتضرب الكرة بهذه الطريقة، ومع من؟ مع جالويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء، يا زين الدين زيدان. زيدان يكتب التاريخ، زيدان يكتب الذهب، زيدان الأسطورة يحقق الهدف الأول للمنتخب الفرنسي، يحقق الهدف الأول للمنتخب الفرنسي. لمن سوف تبتسم؟ لمن سوف يبتسم كأس العالم؟ للطليان الأزرق أم للفرنسي؟ للطليان الأزرق أم للفرنسي؟ أم للديك الفرنسي الأبيض؟ مباراة من نار. أي تفاعل، أي جمهور، أي عظمة، عظمة كرة القدم، النهائي المميز. وكيف لا، وأن هذا النهائي الذي يقام على ألمانيا هو نهائي بين عمالقة القارة وعمالقة العالم، الإيطاليين والفرنسيين.